ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سمير التقي مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية. مرحبا بكم دكتور سمير، وبداية إلى ما يشير إذا تبادل الاتهامات بين بايدن وترامب في حملتيهما الانتخابية. أولا سيدي أتشرف بكم وبجمهوركم. أعتقد بأن الاتهامات التي المتبادلة هي مجرد باكورة الحملة الانتخابية للطرفين. في اعتقادي بأن هذه الحملة ستكون فريدة بمستوى الانشقاق الجاري فيها ومستوى الاتهامات، وبلا شك أنها ستكون متعددة المناحي، بمعنى أن هناك المعركة الانتخابية وهناك المعركة القضائية والقانونية بالنسبة للرئيس ترامب والاتهامات الموجهة إليه، وهذه المعركة القانونية أيضا تنقسم، بعضها موجود في جورجيا وبعضها في نيويورك وبعضها أيضا على المستوى الفيدرالي. إذن نعم، سيكون هذا عاما محتدما في الحملة الانتخابية. نعم دكتور سمير، أتوقف معك عند مقولة ترامب إنه لو كان في الحكم لما حدثت حرب أوكرانيا وحرب إسرائيل. هل هذا من قبيل الدعاية الانتخابية تراه أنت، أم هو توصيف لسيناريو بالفعل كان من الممكن أن يكون موجودا لو كان ترامب في الحكم؟ يعني ترامب كان سابقا في الحكم، وجرت في ايامه عمليا العديد من الحروب والخلافات. القضيه الرئيسيه في اعتقادي ليست مرتبطه فقط بشخص الرئيس. الولايات المتحده الان تمر بعمليه تحول كبيره في وضعها الدولي، ولا اعتقد بان اي رئيس سيستطيع تجنب هذا الانعطاف الجاري في الوضع الدولي. الان العالم انقسم إلى حويصلات، ويجري تقسيم العولمة بشكل حاد، وهناك يعني مخاطر لحروب كبيرة وصغيرة تجري في العالم، تمتد في آسيا وصولا إلى بحر الصين وإلى مناطق أخرى. لذلك أعتقد أنه يعني كان الرئيس ترامب موجودا، ومع ذلك هو مثلا تدخل في سوريا وقصف عمليا سوريا عدة مرات، وأيضا في مناسبات أخرى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقصف في العراق، وقامت بأعمال عسكرية في العراق واضحة، وقتل قاتل أبو قاسم سليماني. إذن أعتقد بأن هذا لا شك بأنه يحاول أن يقول بأن الوضع كان سيكون أفضل، ولكن الحقيقة أن ترامب مر بهذه التجربة بالذات. طيب ماذا عن خطاب حالة الاتحاد؟ ما المتوقع أن يتناوله الرئيس الأمريكي في خطابه في 7 مارس في ظل ما يجري في العالم وفي المنطقة تحديدا؟ عفوا، أعتقد بأن خطاب الاتحاد هذا سيكون من أهم الخطابات وأهم المواقف التي ستكون مطلوبة من الرئيس بايدن. الرئيس بايدن عمليا مر بظروف صعبة جدا، وسياسته الآن تلاقي تعسرا كبيرا في الشرق الأوسط، وهناك صعوبة كبيرة أيضا تجدها الولايات المتحدة في قضية متابعة دعمها لأوكرانيا. هذا على الوضع الدولي. الوضع الداخلي أيضا هو في وضع يعني خطير. هناك إشكالية كبيرة في قضية خلق التوافقات مع الأكثرية الجمهورية في الكونغرس، وأيضا هناك صعوبة فيما يتعلق بموضوع المهاجرين، وأيضا إضافة إلى ذلك هناك قضية أسعار الفائدة التي لا تزال قضية إشكالية يعاني منها الاقتصاد الأمريكي. كل هذه القضايا مجتمعة في اعتقادي ستكون من أعقد القضايا التي سبق أن ناقشها الرئيس بايدن. شكرا جزيلا لك يا دكتور سمير التقي مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية من واشنطن.